ديال الشعب المغربي خطيبة هذا الإنجاز هذا. هذا الإنجاز اللي غادي يكون عنده التبعات ديالو بالنسبة لكرة القدم الوطنية. كمهتم الشأن الكروي كنحس بأن هذا الإنجاز غادي يكون صالح كرة القدم الوطنية. والآن نقدروا نقولوا بأن الرسالة تسخيرات بدات كتنزل في أرضية الواقع. Bon, le match, c'était la folie. 2-0, c'est comment? La Russie, on va foutre le feu. Allez le Maroc, allez la France, on fait du sale. Bang, bang! فرحة بزاف إن شاء الله 20 سنة حنايا حنا 20 سنة كنتسناو البوصة هادي فرحة بزاف الوداد وكملناها إن شاء الله وباقي إن شاء الله ما أحسن فرحة بصح شحال هادي ما تعانا ديما مروك كيتصورش يا خاي هاد الفرحه ديالنا يعني 20 عام ما دخلناش ما تاهلناش المونديال اليوم فرحه كبيره فرحه كبيره بالنسبه للمغاربه وين منتخبنا في مروكو الشعور ديالي الخاوه ما كيتعبرش يا الخاوه وكنتمنى المنتخب يبقى في هذا الريتم الخاوه وبيبا المغرب